عزيز على الذكرى، غريب، محارب، له في تناص الدمع بحر وقارب، تعاتبه الأسماء قبل انطفائها فيودعها أضواءه إذ يغالب. نفر عن الأوطان درءا كسارنا، فتحفر جرح الهاربين تجارب. هنا اللغة الحمراء تغري سطور من سعوا لخلاص ما وبالحق طالبوا. توحدهم في الموت أرض وجذرهم برغم مزاج الريح في العمق ضارب. هنا للثكالى أمنيات تخضبت، فليس بغير البذل ترجى المطالب. نغازل وقتا لا يلين سحابه، نغازل وقتا لا يلين سحابه، وفي غير هذه الأرض تهمي السحائب. وأسأل عمن يستثار لنكستي، فلا أجد الأحرار والحلم سالب. حملت على كفي أشلاء واقع وها كبدي المشطور بالقهر ذائب. له إخوة والبئر فاحت بذنبهم، وكم تفضح المستذئبين المخالب، وكم تفضح المستذئبين المخالب. له قلق واساه حتى ارتداه خوفه، وامتطى عينيه رعب مصاحب. له سبب يرديه في بحر دمعه، لتبحر في وهم الخلاص المراكب، لتبحر في وهم الخلاص المراكب. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بيت القصيد. ضيفة هذه الحلقة شاعرة لبنانية ذات حس عروبي خالص في شعرها وحياتها، في كل يومياتها، وفي المبدأ الذي تعيش لأجله قصيدة وحياة. نرحب بضيفة هذه الحلقة من بيت القصيد، معنا من الكويت عبر سكايب الشاعرة اللبنانية الأستاذة حنان شبيب. أهلا وسهلا بك أستاذة حنان في بيت القصيد. أهلا بكم أستاذة حنان. وقبل أن نذهب إلى تجربتك الشعرية الغنية، أكيد دعينا نتحدث في البداية عن فكرة أمانة الكلمة. ما الذي يعنيه لحنان شبيب هذا المصطلح؟ تفضلي أستاذي الكريم. هي قول الحق، الرسالة التي يحملها الحرف، هذه هي أمانة الكلمة. ألا نضع الكلمة في غير مكانها ولغير شخوصها ولمن لا تستحق، هذه هي أمانة الكلمة. ولقد حملناها منذ نعومة أظفارنا، وكوني عملت في حقل التربية والتعليم قد حملتها بكل ما أوتيت من قوتي، من قوة في القيمة نفسها وفي التربية، كل هذا حملته أمانة. أمانة الكلمة وأمانة الرسالة. الآن دعينا نتحدث عن فكرة مقابلة، يعني الأمانة سمة إيجابية، لا سيما إن كانت تتعلق بالكلمة وبالشعر وبهذا البيان الذي هي رسالة يعني من الله حينما جعلها موهبة لسين أو صاد من الناس فقط. إذن هي أمانة سماوية من الله إلى هذا العبد حتى يحسن استثمارها جيدا. حدثينا عن الشعر والتأثير، بين التأثير الإيجابي والسلبي في فكرة الشعر بشكل عام، تفضلي. الشعر كما تفضلت أنه هو ملكة، تأثر هو تأثر وتأثير، لا شك أن بمختلف الوسائل ومنذ البدايات الأولى لا يكون الشاعر شاعراً إلا عندما يتأثر بما حوله من شعر، والشعر عندي يسمع أكثر
من أن يقرأ، يعني هو مؤثر بالسماع. نعم. أكثر الاستماع إليه هو الذي يصقل الموهبة، وهو الذي يستفز الحواس. هذا ما أستطيع قوله الآن. نعم. الموضوع طويل وجذاب وممتع، ويأخذك إلى مديات واسعة. سنحاول سنحاول أن نأتي في تفاصيل هذه الحلقة على بعض النقاط التوضيحية لمسألة التأثير والأثر الإيجابي فيما يخص الشعر. لنذهب إلى القصيدة الأولى من شعرك الخاص، ما رأيك بذلك؟ إلى القصيدة الافتتاحية التي ستقرأينها علينا أستاذة حنا، تفضلي. في كل مرة يعني يطلب مني أن أختار، نعم، يصعب علي الاختيار. يقولون إن الشاعر الجيد هو الذي يكتب القصيدة المبدعة الرائعة جدا، وفي نفس الوقت هو الأضعف على اختيار ما يناسب، وهو فاشل بين قوسين باختيار الجيد من نصوصه ليقرأه، ربما يختار ما هو أقل جودة من قصائد أخرى. أعاننا الله. إلى أولى القصائد إذن. كأن القصائد أبنائي، يعني كأنهم يهجمون علي مرة واحدة. أحسنت. إلى أولى القصائد إذن، تفضلي. نعم، أنا أحب أن أبدأ بهذه وكأنها سيرة ذاتية. إلى السيرة الذاتية شعرا. أنا المرأة التي شهق فيها الحلم ذات ليل بهيم، فحملت أجنة العطر ذات قداس مهيب. أنا المرأة التي رشقت بالنور وجه الأرض كي يستحي الديجور. أنا ثورة الحياة في رحم العدم. أنا المرأة التي صرخت في جوف الوديان فانتفضت شعوب من الوزان وقبائل من الأقحوان. أنا المرأة التي ضربت بعصاها المستحيل فانبجست آمال وآلام. أنا المرأة أطعمت التراب لحم أبنائها ليثور الدم في وجه الشقائق وتتشكل الأوطان الندية. أنا امرأة تشكلت العروبة في أحداقها، تولدت البراعم في أصابع الزمان. أنا المرأة التي تسقط الكل في غيبوبة العطر فوق الستين. إني امرأة فوق الستين، فوق الظن وفوق التخمين. ليست تعنيني الأيام، أنا من نيسان ومن تموز ومن تشرين. جميل. ما زال سلاف الحب يراودني وسلالي ملأى بالتين. إني امرأة فوق الستين، ما زلت أعد الغيمات، أجس النبض المترع بالماء ويغريني الطين. الأصل الأول في التكوين، وولدت هنا قبل التاريخ وقبل الموت وقبل الحرف. وقالوا هي من صنعاء ومن بغداد ومن صنين، ها هي ذي تتلألأ نورا حبا في الزيتون، في الحبو الأول في خطوات الأولى. كانت غيمات تضفر قدي تعضد زندي كي أهمي فيضا في الترب. تتسامق سنبلة الوقت فتهل بآيات التلحين. إني امرأة فوق الستين،
تتخمر بالحب عناقيدي، تزهو بالنور يتفتق في عين الليمون. إني امرأة فوق الستين، بنت الشمس على نيراني ينضج خبز التنور. بنت الشمس على نيراني ينضج، مجددا، بنت الشمس على نيراني ينضج خبز التنور. نعم، يبتل بحبات العرق المتناثر في كل جبين. إني امرأة فوق الستين، شاهدت بأم العين الموتى يباغتني، فتطاير بعضي لكني ما مت. هل صار الموت رحيما وأنا عشتار الحب؟ شهدت الحرب وما بين الحائين السكين. إني امرأة فوق الستين، قلبي مهووس بالشعر وصديقي البدر المسكين. قد أنجبني الفجر في ليل كوانين، وشروقي عند العصر، فأنا الحبلى بالضوء وبالنسرين. وأنا امرأة فوق الستين، عاشت في حطين، خاضت حربا بفلسطين، غسلت قدس الحب، زرعت سورا من ياسمين، كرمى لصلاح الدين. الله. إني امرأة فوق الستين، هتفت في أفراح الأمة في التأميم وفي التمكين. قتلت مرات مرات في القرن العشرين، عاشت خيبات الأمة في الترحيل وفي التهجير وفي الإذلال وفي التوطين. لكن وأنا امرأة فوق الستين، مارست هواياتي بالحب الأصفى ببلاغة جيناتي، علمت الحرف بنبل الهمزة والميم وبيان السحر وسحر التبيين، ورسمت بدمعي بسمات ستظل تمد التلوين. لغة منحتني فوق الروح مئين، إني امرأة فوق جدار الأسطورة، قالوا إني إحدى قارات المعمورة. سكنتني الخنساء البيداء وأشجار الدر، وأندلسات العشاق على لوحات من سحر مكنون. ماذا يعني العمر؟ هو أشجار وعيون، وجداول من دمع مجنون، ودروب تستسقي الغيمات شمالا ويمين. إني امرأة فوق الستين. نسأل الله أن يمدك بتمام الصحة والعافية. قد يتساءل أو تتساءل بنات حواء ممن يتابعننا في مثل هذه الساعة، ويسألنك: لماذا تعمدت تكرار الفكرة إني امرأة فوق الستين وألححت عليها إلحاحا لفظيا يبدو أنه متقصدا؟ لماذا هذا التقصد؟ ما رأيك أنت؟ أنا أظن أنك تريدين أن تثبتي فكرة أن العمر ما هو إلا تجارب، مجموعة من التجارب، مجموعة من خلاصات الحكمة، مجموعة من الأفكار التي تتجاوز فكرة الأرقام. إذا ما كان الإنسان قادرا على فكرة الحب، العطاء، خدمة الوطن، تقديم ما يستطيع أن يقدم، فإن عمره بما يفعل لا بعدد الأرقام والسنوات. هذا ما وصلني. ما الذي تريدين أن توصليه إلى العامة؟ جميل. نعم نعم، هو ما تفضلت به صحيح. والآن أذكر بيتا هي قصيدة للشاعر إيليا أبو ماضي، يقول: يا صاحي ليس السر بالسنوات،
لكنها في المرء كيف يعيشها، في أحسنت. يقظة أم في عميق سبات. نعم، أحسنت. أنا إنسانة أتجاوز العمر، لا يهمني، لا أعد السنين. الحقيقة وصلت في 60 في 70، لنا تجارب مع أهلنا وصلوا 90 وكانوا في قمة نشاطهم. أدامك الله وأبقاك الله أستاذة حنان، شاعرة لبنانية ضيفتنا من الكويت، وأنت مقيمة هناك، وسنأتي على حكاية المدن في تجربتك الذاتية، لكن الآن سنذهب لنتابع قصيدة لأحد الشعراء، أنا وأنت والسادة المشاهدون، ما رأيك بذلك؟ نعم، تفضل. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى فقرة قصيدة للوطن، نتابع هذه القصيدة ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى من حلقتنا، ابقوا معنا. وأنت تعد فطورك، فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك، فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء، فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت بيتك، فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب، فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات، فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين، فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، ولمن التحق بنا في هذه الساعة ضيفتنا عبر سكايب من الكويت الشاعرة اللبنانية الأستاذة حنان شبيب، مرحبا بك مجددا. قبل أن نتابع القصيدة الجميلة التي تابعناها قبل قليل نحن وأنت والسادة المشاهدون، تحدثنا عن فكرة المدن في السيرة الذاتية والتجربة الشعرية والحياتية للشاعرة حنان شبيب، يعني كما نما إلى علمي فإن حضرتك لبنانية ومتزوجة من سوري، كذلك فإن لك بنيات، إحداهن تزوجت بكويتي والأخرى بمصري والثالثة ربما بسوري، ولك أحد أبنائك يسكن في ألمانيا. هذه الفكرة، الجامعة العربية المصغرة التي نجحت بتكوينها، حدثينا عن الفكرة وإسقاطاتها شعرا. نعم، أنا طبعاً يعني كما ذكرت أنا لبنانية، لبنانية المولد. نعم. من قرية في شمال لبنان تسمى رأس نحاش، وسأتي على ذكرها الآن. نعم. درست في الجامعة اللبنانية، وطبعاً في محيط القرية كان أهل أمي شعراء حقيقة، وتربى سمعي على الشعر. بعد ذلك بعدما تخرجت من الثانوية في منطقة البترون في لبنان، ذهبت إلى بيروت إلى الجامعة اللبنانية، درست الأدب العربي. نعم. على أيدي الحقيقة دكاترة أساتذة عظماء، ولو كان الوقت يتسع لذكرتهم جميعا بالاسم.
يكفي أنك تدينين لهم بالفضل بمجرد ذكر كلمة العلماء والمعلمين. تفضلي أكملي. كانوا الحقيقة يعلمون من عمق قلوبهم. نعم. يحبون طلابهم. المهم أيضا تتلمذ على شعراء وأدباء. منهم خالد السعيد زوجة أدونيس والدكتور أسعد علي والدكتور شكري الفيصل، يعني مجموعة مهمة الحقيقة. نعم. أساتذة في القرية أيضا كانوا شعراء وأدباء. حدثينا عن فكرة المدن. حدثينا عن فكرة المدن في أسرتك الشخصية، كيف أن إحداهن من بنياتك متزوجة بكويتي وأخرى من مصري وأنت من سوري. هذا الوطن العربي المصغر ماذا يعني للشاعرة حنان شبيب؟ تفضلي. أنا أولا عبئت بالعروبة، محملة بالعروبة. عندما حضرت إلى الكويت لم يعرفني أحد، يعني أنه بمجرد أن يستمع إلي ما عرفني أني من لبنان. مرة يقولون أني فلسطينية، مرة يقول طبعا وكل هذا أنه أنا من كل هؤلاء، أنا فلسطينية وسورية ولبنانية. عندما المهم الكويت كانت بلدي ولا تزال، أنا أحبها كما أحب لبنان. رحت ذهبت إلى تونس وأحببت تونس كأنها بلدي، أي مكان. المهم أنا حملت هذا الهم العربي. أنا تزوجت سوري، أحببته في بيروت وتزوجته بعد ذلك في الكويت. هذا سر. جميلة هذه الصراحة. هذه العفوية الجميلة التي يعني تلح علينا بلزوم أن يعني نستمع إلى قصيدة جديدة من الشاعرة حنان. تفضلي، ماذا ستقرأين علينا هذه المرة؟ إلى الشعر مجددا. نعم. ألا تريد أن تسمع أنه كيف زوجت بناتي لكويتي وسوري دعينا نذهب إلى هذه الفكرة بعد القصيدة. نقدم القصيدة على هذه المعلومات، سنعود إليها، لكن إلى الشعر الآن حتى نروح به القلوب بين السؤال والسؤال الآخر. جميل. السير الأنيق الآن من كتاب حديث الأريج. جميل، تفضلي. إلى حديث الأريج إذا. نعم. السير الأنيق هذا عندما ندف الثلج على لبنان وأنا أتابع وفي الكويت. المهم هزني المشهد وتذكرت عندما كنت في بيروت وذهبت إلى الشام وكانت الثلوج تغطي الطرق. عادت الصورة لتلح عليك ذكرياتها مجددا وأنت في الكويت. نعم. خذينا نعم. إلى هذه الصور. نعم. طبعا كنت أنا وخطيبي كان في ذلك الوقت ونزلنا في منطقة الربوة وكان الطقس باردا والثلوج تغطي الأماكن. وأصررت أنا وإياه أن نتناول القهوة في مقاهي الربوة خارجة. وجاء بطبق فيه سبيرتو يقولون وأشعلها لنتدفى وشربنا القهوة ونحن في برد شديد. نعم. المهم السير الأنيق أنا أسميه. نعم. إلى القصيدة تفضلي. نعم. وتسألني تهز النبض فيها علامة وكنت للروح الشقيقة وكنت النور في دربي شفيفا وكنت النور في دربي شفيفا وكنت النجم في عيني رفيقا. جميل. فكيف إذا تفتقت الحكايا وأوشك خافقي يهوي غريقا. هلو. هنا وهناك كم وجد ذرفنا هنالك صمتنا سفك الرحيق فلمت الحرف إذ أضحى عييا وكنت عرفته ذربا عريقا
فهات الكفة وازرعها بكفي لكيما نكمل السير الأنيق ونبذر في نواحي الكون سحرا وننثر في مغاربنا الشروق. بلى سيضج في الآفاق رعد ويحمل نبض عزته البروق وفي أحداقنا يعلو ضياء يحيل يا باب دنيانا حديقا. الله. أيا ثلج الديار أيا ثلج الديار إليك قلبي فأشعل في زواياه الحريقة. حنان شبيب ذات ندف، ندف الثلج وندف الذاكرة. جميل، جميل جدا أستاذة حنان، لا فضفوك طبعا. الآن ربما يقول أو يتساءل السائل ويقول لماذا جعلت الرحيق مسفوكا؟ لماذا يسفك؟ لماذا لم تأتي بالرحيق مسكوبا بدلا من السفك؟ لأن فكرة السفك دائما ما تلتقي مع الدم والموت. ماذا تقولين في ذلك؟ لا، هو سفك الرحيق يعني صبه أرضا، ما في هو كالدم، هو هو ثمين. ألا تخشين أن يقول لك أحدهم إنك بهذا قد قتلت الرحيق ربما؟ لا لا، أنا أحييته، وأحيانا من القتل ما يحيي. أحسنت. هنا وهناك كم وجد ذرفنا، هنالك صمتنا سفك الرحيق. أحسنتي، أحسنتي. الآن دعينا نتحدث عن فكرة الأسرة العروبية، ولكن باختصار لننتقل إلى المحور التالي لو سمحتي. باختصار شديد تفضلي وأوجزي فكرة الأسرة العروبية وهي أسرة الشاعرة حنان شبيب، تفضلي. نعم، أنا لبنانية، تزوجت سوريا، هاتان جنسيتان. البنت آلاء الكبرى تزوجت كويتيًا ولي حفيدتان أسيل وسيلين. طبعًا البنت الثانية تزوجت سوريًا والثالثة مصريًا، وكلهن الحمد لله في أحسن حال. نعم. طبعًا كانوا يعني كيف استطعت أن تقومي بهذا يا حنان؟ نعم. وماذا في الأمر؟ وماذا في الأمر إذا كان هذا يعني أنا حيث فشلت الجامعة العربية نجحت أنا في جامعة مصغرة. جميل. الآن جميل هذا المثال. سوري وكويتي ومصري. أنت الآن أحفاد خمسة متعددو الجنسية. أحسنتي. ما رأيك بهذا؟ أحسنتي، أحسنتي إجابة. وأنا سعيدة بهذا الإنجاز. نعم. أنا أقول وأفعل، ما عندي مشكلة. الآن دعينا نذهب مجدداً إلى الشعر، ولكن ليس إلقاءً وإنما حديثاً أو أسئلة. الآن الشعر بين الأثر والتأثير، باعتقادك ومن خلال تجربتك الذاتية، كيف يمكن للقصيدة أن تؤثر بالمتلقي؟ ما العناصر المطلوب أن تتوفر في الشعر حتى يصل الشاعر إلى درجة التأثير بالمتلقي؟ ما المطلوب؟ أولاً يجب أن نعرف هموم المتلقي. نعم. يعني أحياناً الشاعر يكتب همه هو، يكتب ما يعانيه هو، ويمكن أن تكون هذه المعاناة تنطبق على آخرين. نعم. يشعرون به. الشعر يجب أن يكون صادقاً، وإذا كان صادقاً يصل إلى الآخر. فإذا نحس بالآخر نكون صادقين في التعبير. يعني أحياناً أنا يصادفني قصائد كثيرة لا أشعر معها بشيء. نعم. أنا شاعرة ولكني لا يستفزني القصيد، ربما لأنها منغلقة على ذاتية شخصية كاتبها. نعم، منغلقة أحيانا حتى لو كانت ذاتية، ولكنها ذاتية مؤثرة. يعني هي
واسعة المدى، يعني الذاتية ليست عيبا بحد ذاتها. نعم. أحيانا الذاتية تكون منطلقة إلى آخرين، ولكن ما فيها صدق، فيها يعني إما تقليد أو كتب الناس في موضوع أكتب على مثله. نعم. بدون إثارة، بدون تجديد، يعني أن لا يجب أن أعطي جديدا مدهشا. يجب أن يكون هناك طبعا اليوم أسلوب الحكاية أو مبدأ الحكاية، يكون في قصة، هذا موضوع جذاب أيضا. نعم. في هناك شيء آخر، أن الشاعر يجب أن ينزل إلى الناس، إلى الجمهور. يعني مثلا لا، الشعراء يسمعون بعضهم. نعم. طب أين الجمهور؟ هناك يجب سؤال أن يخرج إلى المدارس. نعم. هناك سؤال آخر، لأن الوقت يدهمنا بسرعة، الوقت يمر سريعا معك أستاذة حنان. هناك سؤال سأوجهه إليك، ولكن بعد أن نذهب إلى فاصل، طبعا سنخرج إلى فاصل قصير ومن ثم بعدها نواصل أستاذة حنان، اتفقنا على ذلك؟ نشرب؟ سنخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنستمع إليك شعرا ونثرا وإجابات على الأسئلة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، إذن نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، ضيفتنا عبر سكايب من الكويت الشاعرة اللبنانية الأستاذة حنان شبيب. أهلا بك مجددا أستاذة حنان. قبل أن نعود إلى الأسئلة، دعينا نذهب إلى الشعر مباشرة، ماذا ستقرأين علينا هذه المرة؟ إلى القصيدة وبلا مقدمات، إلى الشعر ففيه التقدمة وفيه الموضوع وفيه خاتمة التفاؤل التي نتمنى، إلى الشعر تفضلي. ماذا تحب أن تسمع؟ اقرأي علينا ما تحبين أنت، لا أريد أن أملي عليك رأياً أو رؤية أو تصوراً أو نوعاً أو لوناً أو شكلاً مما أحب، فما تحبينه من المؤكد سيرضي ذائقة المستمعين، أو هذا ما نتمنى، تفضلي. إلى الشعر أستاذة حنا. اسمي التمرد. نعم. لن تغلبيني اليوم يا أرزائي، فالحرف حرفي والروي فضائي. حلو. أكون أنا سأكون كيف أشاء، إذا شكلتني اسمي التمرد والجموع ورائي. سأظل أجدل من خيوط الحب فجرا رائقا كي ترعوي ظلمائي، ولسوف أبقى في صميم عروبتي، ولسوف تبقى في عميق إنائي. جميل. مهما تمادى العتم حط بثقله، سأشق صدر ظلامه بإبائي. يا أيها التاريخ سجل إنني جمعت من بعد البلا أشلائي. إيه. وطفقت أنشر عطر حرف وارف، أدعو لكون آمن وطائي. ما بعت حرفي فاسقا أو ظالما،
بمبادئي أعلو ولست أرائي، فهي التي قد قلدتني هيبة، وهي التي قد رابطت بإزائي. شتان بيني والأولى زعموا بأن هذا التراب غدا بغير روائي، وبأنه فقد الخصوبة سرها، وبأنه مجددا البيت الأخير لو سمحتي. شتان بيني والأولى زعموا بأن هذا التراب غدا بغير روائي، جميل، وبأنه فقد الخصوبة سرها، وبأنه أضحى بلا أنبائي. سأظل أحسب للشموس إيابها، ليظل سطر النور وشي ردائي. رغم كل هذا العلم. أحسنت يا أستاذة حنان، أريد منك الآن لو سمحتي ولك أن تحتملين إجابات مكثفة وقصيرة لأن الوقت يعني يدهمنا الآن. في تجربتك الذاتية الخاصة ولديك العديد من الأحفاد، هل أحدهم تأثر بجدته فأحب الشعر ويرغب أن يكون كاتبا، أو لديه ملكة الكتابة ورث عنك هذه الجينات الشعرية؟ أرى ذلك، أن ابنتي طبعا ما زالوا صغارا، ولكن أسيل هي الأكبر، عندها ميول، يعني هي تقرأ كثيرا وتسمع، والآن أسمعتها قصيدتها، قصيدة قلتها فيها يعني دمعت الحقيقة، كادت تبكي، حست بالموضوع. أحسنتي. نعم. دعينا نتحدث أيضا باختصار عن عدوى التماثلية واستنساخ التجارب في الشعر، يعني قلما نجد شاعرا ذا بصمة خاصة يقدم أسلوبا جديدا ويقدم ذاته بالقصيدة والتجربة الشعرية، لكن كثير ما نجد مقلدين أو ما نجد تجارب مستنسخة صدى صوت لشعراء سبقوا أو لشعراء موجودين، وهناك من يقلدهم. ما رأيك بهذه الظاهرة، أو أننا نبالغ قليلا؟ موجودة موجودة، ولكن أرى أن الشعر بخير. نعم. موجودة لأننا نرى بأم العين، يعني نرى هذا على المنصات، صار كل شيء وسهل وواضح. لم يكن هذا أعتقد متوفرا قبل ذلك. نعم. ولكن أرى أن الشعر بخير. حتى ربما وسائل التواصل الاجتماعي وانفتاح الشخص على الآخر وهكذا، والعالم أصبح قرية صغيرة، لذلك مثل هذه النماذج أصبحت يعني تظهر أو تقع أمام أعيننا كثيرا، وإلا قديما ربما لم تكن بمثل هذا الشكل. وسائل التواصل ربما هي التي جعلتنا نشعر بكثافة وكثرة مثل هذه الإشكاليات. نعم. لأن دخل السوق، هل نقول سوق إذا كان اللفظ صحيحا، نعم، دخل من ليس أهلا له، يعني أحسنت. هو هكذا، ولكن ليست مشكلة. التاريخ مهمته الفرز، التاريخ مهمته الفرز، والذائقة الصحية الذائقة، نعم، الواعية أيضا تستطيع أن تفرق ما بين الغث والسمين، ما بين الجوهر وما بين، نعم، ما هو غير جيد. إلى جوهرة جديدة، ما رأيك؟ نريد، نعم، جوهرة شعرية جديدة الآن، ماذا ستقرأين علينا؟ أقرأ لك أسيل، أعتقد أن هذا النوع من الشعر. تفضلي. سأقرأ لك مقطعا عموديا لأسيل، وأقرأ شيئا آخر. تفضلي. طبعا أنا لك المنبر شعرا من أجل أسيل وجدتها ومن أجل كل من يؤمن بأن الكلمة لها إمكانية ولديها الإمكانية أن تصنع المستقبل وأن تفتح أبوابا من الأمل أمام الناس جميعا. إلى الشعر، تفضل يا أستاذة حنان. وأذوب شوقا إن تغيب حبيبتي وتروق عيني إذ أراك أمامي،
يا شق روحي واضطراب جوانحي، يا هدهدات الحب في أحلامي، فيك انتفضت أمومة وتجليا، وفرشت أهدابي لأجلك نامي، وضفرت كل مشاعري قدسية كي نستفيق على ضحى بسامي، فتدللي وتجملي وتمايلي كيما يمر البدر من قدامي. هذه الحروف تسابقت وتضوأت من أجل وصفك يا لطيب كلامي، أبنيتي وأميرتي وقصيدتي، دمت الرواء لأسطر الإلهام. إن قلت تيتا تشرق الدنيا بها، أو قلت ماما يستزيد هيامي، ناديتني باسمي استبحت مفاصلي، وتركتني في عالم مترامي. حلو. أنت الصفاء وأنت صوت خميلة في عالم قد ضج بالآثام. أنت ابتسامات أقاحي ضحوة، أنباض قلبي وانتعاش سلامي، صبحتني أحييت في سعادة كادت تموت لشدة الإعتام. أشعرتني أن الشباب يعودني، فيثور نبض في ثنا أرحامي. اسمع ما قلت في القصيدة الأخرى الآن إلى المقطع الآخر. لك ما تحبين، اقرأي ما تحبين أنت، تفضلي أكملي إلى مصر الجديد. لا عليك، إلى أسيل ولكن مختلف يعني. تفضلي. لقد أصبحت الآن جدة، حولتني هذه ثلاثة الأشبار من لقب إلى لقب، ومن عصر إلى عصر، ومن حال إلى حال. كنت أما فأصبحت الآن جدة، ثلاثة الأشبار إلى شبابي تردني ردة. أصبحت الآن جدة، الله الله ما أقصر المدة. أمس كنت أغني لأمها كي تنام، يلا تنام يلا تنام تجبل طير الحمام. الله 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 الله، كيف يكبر الأبناء وكيف ينطلق الزمان. هذا ليس شعرا. الآن أتربع عرشا وأعتلي سدة. أصبحت الآن جدة، أسيل أعادت لي زمان الجمال، وبعثت في خيالي رغدة. أنظروا الوجه المليح، كل يباس الأرض يخضر، وكل موات الأرض يحيا، والسعد كله يشهر في رندة. أنا الآن أهدي وأصول وأجول، وأغرب وأشرق كمن ضيع في الأفراح رشدة. أين راح كل ذلك الوقار وما كان من هيبة؟ بدأت الآن رحلة العروج، أصعدها صعدة تلو صعدة. أصبحت الآن جدة. ماشي؟ جميل جميل جدا. أستاذة حنان، قبل الختام قبل الختام دعيني أسألك سؤالا. يعني وجدت أنك تمزجين ما بين النثر وما بين الشعر في التجربة أو في الفكرة الواحدة أو في النص المكتوب الواحد، لماذا اتبعت هذه الطريقة؟ يعني هذه الطريقة وجدتك جئت عليها بأكثر من نص، ما السر في ذلك المزج ما بين النثر والشعر في نص واحد؟ والله هي رغبة ذاتية، هاي نعم. رقم واحد، أنا أحب النثر وأعشق التعبير بالنثر، وأحب الشعر وأكتب الاثنين. يعني أنت الآن لو كان في فرصة أطول لقرأت لك نصا فيه التفعيلة على المتقارب، فيه تفعيلة وفيه العمود بنفس النص. يعني
مع الأسف يعني الوقت يدهمنا أستاذة حنان، لولا أن الوقت مر سريعا لكنا نتمنى أن نستمع إلى قصائد أكثر مما قرأت. الآن أريد منك رسالة إلى الوطن الذي تحبين، الوطن العربي ككل، في الختام ماذا عساك قائلة؟ رسالة من شاعرة تحب الوطن العربي بشكل عام، تفضلي. طبعا أستاذة حنان، سأظل أنشد في طوابير الضحى. طبعا أنا جيت من كلنا للوطن إلى الكويت في مدارسها، طبعا في تحية العلم يقولون تحيا الكويت تحيا الكويت تحيا الكويت، عاش الأمير عاش الأمير، تحيا الأمة العربية. يعني هذا عندي موجود محمول من لبنان إلى الكويت. سأظل، وطالما أني مدرسة سأظل أقول، وأقول لكل من يسمعنا الآن باختصار لو سمحت، باختصار لو سمحتي تفضلي. سأظل أنشد في طوابير الضحى لبلادي يعرب كلها أوطاني، سأظل أنشد ما حييت وربما بعد الممات تضج في الوديان الحاني الحبلى بحب هادر لبلادي يعرب والهوى عدناني، حتى ولو نهش العدا أكبادها، حتى وإن خانت دماء إخواني، سأظل أحلم أن أمتنا غدا ستعود تعلو في دنا الإنسان، وتعود تدعوني لفجر ضيائها، وتعود تحضنني بدفء حناني، وتعود أقداس لنا مخطوفة، ويعود أقصانا لحضن أماني، الأرض عطشى فاسكبي في صمتها روحا من النسرين والريحان، كي تنبت الأحلام في جنباتها وتصيح أعطار بكل مكان، هذا التراب ترابنا فليسبر جيناتنا، فالقدس في الشريان أرض الكنانة في نسيج مفاصلي، نهر الفرات يسيل في وجداني، كم من حكايا عبأت أرواحنا أشذاؤها حطت على الجدران. جميل. يمن سعيد قد خلا بمشاعري، وجزائر العز العظيم الشاني، شامية الحظ جذوري أورقت من أرض تدمر والجنى لبناني، لي في الخليج تعلق وتعشق، لبنان عمري وهو عمر ثاني، مرآة تاريخ العلي ترجلي، هيا أعيدي رسمها أغصاني، ولك الشكر ولقناة الرافدين ولهذا الجهد المشكور. تشرفنا بك أستاذة حنان، تشرفنا كثيرا بك، الوقت مر سريعا لكنه كان أجمل بحضورك. شكرا لك. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء. Thank you.